رايح اعوم بس الجو حر قوي، فجبت قهوة وشوكولاتة وهقعد كده في مكان ظل شوية. في فيلم مشهور اسمه الكيت كات، والفيلم ده احداثه بتدور في منطقة اسمها الكيت كات. وزي ما انتوا عارفين انا دلوقتي بحاول استكشف اماكن في القاهرة ما شفتهاش قبل كده، وعشان كده انا النهاردة في الكيت كات. يعني منطقة شعبية نظيفة، دافية، الناس اللي بيشتغلوا في المحلات شكلهم هم اللي عايشين في المنطقة. الناس كلهم عارفين بعض، الأولاد بيلعبوا في الشارع. عجلاتي وحلقت عند الحلاق الجميل ده، أحلى حلقة حلقتها من فترة. المنطقة على النيل، واللي على الناحية التانية دي الزمالك.